السلام عليكم، انا سعيده اغرام، ام لطفل توحدي من مدينه اولاد تيمه. جيت اليوم نهضر على ولدي اللي خصو يتلتحق بالمدرسه بحالو بحال كاع الوليدات، محمد امين اللي كان في المركز ديال التوحد. هضرت معايا الجمعيه ديال الجمعيه ديال الابتسامه فاش كان ولدي ملتحق بها، قال لي خصها محمد امين يتلتحق بالمدرسه. جبت محمد امين بحالو بحال كاع الوليدات باش يتلتحق المدرسه. جيت عند مديره المؤسسه ولاد تيمه في حي الحريه، جيت نقيدو بحالو بحال كاع الدراري مواطنين المغربي. ملي جيت عند المديره ديال المؤسسه قلت لها بنت محمد امين ندخلوا المدرسه بحال عنده حق في التمدرس. قالت لي خصك تجيبي شهاده طبيه، خصك تجيبي بان محمد خصها يتلتحق بالمدرسه. مشيت درت هضرت المديره وجبت شهاده طبيه، وديت محمد امين عند الطبيب وجبت شهاده طبيه لمحمد امين. ملي تلتحق محمد امين وتسجل رسميا في مصر بانه خصو يتلتحق بالمدرسه، نهار واحد في الافتتاح ديال المدرسه اللي هو نهار الجمعه، دخل محمد امين عند استاذ العربيه، داز الحصه ديالو مزيانه. وملي كملت الحصه جيت مع الوحده ندي ولدي، سولت الاستاذ قلت له كي جا محمد امين، كي داز محمد امين نهارو وكي داز، قال لي محمد امين دار شويه الحركه ولكن ما يمكنش نحكم عليه في اول نهار في المدرسه. ملي جات الحصه ديال الاستاذه الفرنسيه دخل محمد امين، الاستاذ العربيه ديجا عاود الاستاذه الفرنسيه بان محمد امين طفل توحدي وخصنا نوقفوا معاه نوقفوا معاه في المدرسه. قالت لي الاستاذه الفرنسيه محمد امين طفل توحدي، قلت لها محمد امين ملي جلس في المقعد ديالو بحال كاع الوليدات نض وزواد الورقه للمعلمه وما عجبهاش الحال. قالت لي اودي ما يمكنش تقبل الدري، قلت لها راه ما يمكنش تحكمي على الدري في دقيقه، راه ما يمكنش لك تحكمي ليا. هضرت الاداره اللي هي مديره مؤسسه، هضرت ليها، جات المديره قالت لي هذه انت سمحي لينا ما بغاتش المعلمه تقبل الطفل في القسم عندي ما ندير لك. قلت لها راه ما يمكنش تحكموا ليا على الدري في دقيقه، اعطيو الدري الفرصه، راه الدري دخلته قانونيا يعني. ويلا كان غتخرجوا ليا ولدي خرجوه قانونيا يعني. المديره ما عجبهاش الرد ديالي، المديره دات لي شي اهانات، لان قلت لها ما يمكنش نخرج الدري. وشفت محمد امين خرج قلت لي شوفي هذا راه خصو سلسله، هذا راه ما يمكنش هذا راه ماشي ديال المدرسه، هذا راه ما خصوش يتلتحق بالمدرسه، هذا راه ما يمكنش يتلتحق بالمدرسه. اشنو قالت لي المديره؟ قلت لها ملي كنت كندافع على ولدي وكندافع على سميتو، قالت لي انت اصلا مريضه، انت اصلا خصك تداوي راسك عاد داوى ولديك، ما تقبلش وزيد كندافع على ولدك. تشوف ولدي دخلته قانونيا يعني. الا كنتو غتخرجوا لي ولدي خرجوا لي قانونيا يعني. وقالت لي لا 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 راه هنا راه مدرسه ديال العادير، لا لا تجي تقول لي لا خصك تفتح بويا عمر على ود الدراري عاوتاني، راه حنا عندنا ما دايرينش هنا بويا عمر، راه المدرسه ديال الاطفال العاديين. المديره اللي كتقول مديره ديال مؤسسه ديال تاليا، ما تقبلتهاش وتصدمت. عرفتي شنو هي مديره مؤسسه تقول لك بحال هكا؟ راه لا اله الا راه واحد الحاجه اللي ما كتقبلش، مديره تجي تقول لك بحال هاد الالفاظ ما تقبلش. ومشيت وشديت مع ديت ولدي قالت لي خرجي ولدك، خرجت ولدي من المدرسه وما وقفتش هنا. مشيت للنيابه، مشيت للنيابه عند المسؤول على التربيه الدامجه، عطيت لي سميتو ديالو وعطيت له الاقوال ديالو وسميتو. قال لي اودي راكي عارفه الزياره ديال بدايه السنه. قلت لي شوف حق ولدي عنده حق في التمدرس يعني خصو يتلتحق بالمدرسه. قال لي سيري وعد ثلاث ايام ولا سميتو ان شاء الله يكون خير. جيت وعد ثلاث ايام هادي ما طراش ما كاين سميتو، ورجعت عندهم قلت له ما درتوش معايا والو، بغيت نشوف مدير الاقليمي. تلاقيت واحد السيد اللي كان باسيف مدير الاقليمي ما كاينش، هضرت معاه وقلت ليه شنو كاين، ولقيت السيد كل شيء في راسه. هو يقول لي عرفتي اش ديري؟ صبري وتنازلي وحدي الراس وسيري طلبي السيده باش تدخل لك ولدك. هزيت ساكي، قلت ليها انا راه ماشي كنطلب، انا جيت نشد الحقوق ديال ولدي، راه ولدي مواطن مغربي وعنده الحق في التمدرس. الله ينصر سيدنا اللي عطى ليه الحقوق، وكذلك الوزير التربيه الوطنيه اللي عطى ليهم الحقوق. ومشيت درت قال لي غد ليه اجي عند تشوفي المدير الاقليمي. ملي مشيت عند المدير الاقليمي تلاقيت السيد هو الاول، قال لي مشيتي عند المديره؟ قلت له راه ما يمكنش نمشي عند المديره، ماشي ما كنطلبش، كنطلب حقوق لولدي علاش على داك الشيء. شفت المدير الاقليمي سمع لي قال لي عطاني الفرصه كنحييه من هذا المنبر. المدير الاقليمي وعد السيد اللي كيحترم خدمته، عطاني فرصه دفعت على حقي وضفت على ولدي، وقال لي جوج هضرات غنديهم. قال لي شوفي يا اختي غنجي نيشان مع الحق، هضري غنسمع لهنا وغنحكمه.
المدير الاقليمي عاودت ليها شنو كنا شنو ودار الواجب ديالو، صيفط معايا للجنه، جات للجنه وسمعت الاساتذه وسمعت المديره وسمعت ليا كذلك، شدوا بسميه النظريه مازال ما جابوش عليا، عرفت بان قالوا بان خصني تلتحق بالمدرسه من التصريحات ديالي وسميتو بان عنده الحق في التمدرس، ولكن القاضيه ديال امين المديره ديال المؤسسه ملي تناقشنا انا وياها كانت هازه صاك، ولدي محمد امين كان شاف واحد البارتيه ديال سميتو في ساكها شافها ودفعته على الطاوله وتضرب في راسه، تضرب في راسه وما تحملت، ودابا محمد امين ديته عند الطب الشرعي اللي قالوا لي بانه خصها يدار لي سكانيرات الراس، حيت دابا كيطيح بالدوخه، راه لا اله الا الله، راه ما يمكنش تقبل بان مديره مؤسسه ومديره مؤسسه فاعله جمعويه وسياسيه دير هذا الفعل، درت بها هادشي كاين عند المدير الاقليمي، درتها عند المدير الاقليمي وعاودت لي كل شيء، هادشي اللي كنعاود لكم دابا ومازال باقي ما غنسمحش في حق ولدي. كنطالب حق ولدي، راه ما يمكنش نسمع على هذه السيده، راه ما يمكنش مدرسه تاريخيه تكون فيها واحد مديره بحال هذه، راه ديك السيده مديره ديك السيده راه مديره فاعله جمعويه سياسيه، راه ما عندهاش حق بانها تدخل العمل السياسي للعمل الاداري، راه هذا الشيء راه ما يمكنش. انا كنطالب غنشد بغيت حق ولدي، حق ولدي بغيتو، وراه ما عندهاش حق دير يد في الطفل، وزايده بالطفل توحدي بحال الطفل توحدي بحال الطفل العادي بحال. كنطالب من هنا بان نحل شي مركز للتوحد لهاد الاطفال في ولاد تيمه، كنعاود تنطالب بانني نحل شي مركز لهاد الاطفال، راه مادنبوهم الجمعيه ديال الابتسامه فاش كان ولدي هذه المده 3 سنين، راه دابا كترجع الامهات شحال من طفل عندها 250 واحد 250 واحد كاين عند الجمعيه هو 250 وكاينه 125 واحد في الانتظار. راه الرساله ديالك للمسؤولين كنتسناو يشوفوا بعين الرحمه في هذا يشدوا يديروا القوانين لهاد الاطفال، فهمتي بغيت يديروا القوانين لهاد الاطفال، حيت شنو ذنبهم؟ اشنو ذنب هذا الطفل الا كان توحدي ولا كان عنده شي اعاقه ولا اشنو ذنبه؟ كيبقى مواطن مغربي خصو يشد الحقوق بحاله بحال كاع الوليدات. كنطالب من المسؤولين يديروا سميتو ديال القانون ديالهم بان هاد الاطفال يشدوا سميتو ديالهم لا في الجمعيات لا في المدارس لا في اي بلاصه، حيت من حقهم هذا، راه من حقهم، راه ظلم هذا. السلام عليكم، عماد السنوساوي ممثل المنظمه المغربيه لحقوق الطفل بمدينه ولاد تيمه. بعد ما تلقينا طلب مؤازره من السيده سعيده اكرام على قبل الولد ديالها اللي مريض بالتوحد، طلب مؤازره كطلب فيه ان الابن ديالها تعرض للضرب والاعتداء بالالفاظ والاهانه ديالو من طرف مديره مؤسسه تعليميه بمدينه ولاد تيمه. من بعد ما تلقينا طلب مؤازره درنا الاجراءات القانونيه ديالنا، استمعنا الام استمعنا المديره حسب التصريحات تاع الام، قالت لك انها فاش مشات تقيد الطفل ديالها في الاول المديره تراجعت على باش تسجلو، ما بغاتش تسجلو في الاول، من بعد رجعات وتعرض للاهانه وتعرض للضرب من طرف تاع المديره. فاش استمعنا المديره كتقول المديره انها كتنفي هذا الشيء كامل اللي تعرض، يعني ما عرضت الطفل لهذا الضرب، ما سباتو، ما دارت ليه والو. ولكن بالنسبه دابا حنا كمنظمه حقوقيه فكندافعوا على الطفل، يعني طفل تعرض للضرب وعندها بالنسبه للاعتداء اللفظي فباثبات، يعني عندها تسجيل صوتي كتبت فيه الاعتداء ديالها اللفظي، يعني كتبت فيه الطرد ديالو من المؤسسه والطرد وهذا والاعتداء ديالو اللفظي. بالنسبه للضرب او الجرح او لا المسائل الاخرى اللي تعرض لها الطفل فاحنا ما كنتحملوش المسؤوليه ديالها لان ما عندهاش اثباتات قويه. ولكن بالنسبه للمديره حنا كمنظمه حقوقيه فغادي نتابعوا المديره على حساب الاعتداء اللفظي اللي تعرض ليه الطفل. حنا اليوم رفقة جمعية الآباء وأولياء التلاميذ درنا واحد الاجتماع رفقة ممثل المنظمة وجمعية الآباء والأم ديالو باش نلقاو واحد الحل حول تنازل الأم، ولكن للأسف ما تلاقينا حتى شي جواب منها، ولكن دابا غادي نديروا الإجراءات القانونية ديالنا، يعني شكاية للسيد وكيل الملك ونتابعوا الإجراءات القانونية، وحنا كطرف مدني مؤازر للطفل.